صباحا. صباح الخير حبيبتي. يلا رح اقوم اعمل فطور. لا ما بدي، هي قهوه. ناكل لقمه قبل القهوه. اطيب قهوه. شوفي الرز على الموبايل كمان. اسكتي منيح اللي في شحن، شفت عينك ما في كهرباء. منيح؟ في شحن. يعني بيضاين له كمان شوي. شو وين انا راحت على الشغل؟ راحت علي نومي وما لحقتها، بس يلا هلا بدق لها مرام بقول لها اني ماني جاي. ليش ما بدك تروحي مشاني يعني؟ بروح معك بتسلى. عن جد؟ اي والله عن جد. ممتاز، معناتها هلا بنشرب القهوة وبننطلق. شو رواق المزاج اليوم؟ يعني لا بأس. شادي يا حبيبتي، الحسرة على أبوك كبيرة الله يرحمه، بس شو بدنا نعمل؟ هي هيك الدنيا والحياة لازم تستمر. للأسف. ولو للأسف؟ شوفي وليش للأسف؟ ما كنت عرفانتك معلقة فيها هالقد؟ ما هي هون المصيبة، دائما خناق ودائما نقار ودائما مالنا فهمانين على بعض. اللي بده يطلع من برا هيك بده يفكر مثلك، انه انا مالي معلقه فيه. حتى قبل ما يموت بليله كان في بيناتنا مشاكل شوي، كان زعلان مني. يا ريتني قدرت له انا قديش بحبه وقديش بحبه معلقه فيه. ما بيكون زعلان. الأب ما بيزعل من بنته لو شو ما عملت. هن هيك الأهل والولاد، قد ما تناقروا واختلفوا المحبة اللي بيناتهم ما بتخلص أبدا. ماما الله يرضى عليك، شوي شوي عليهم. يا ماما هدول بنات يعني لازم تجيهم بالمسايسة، بعدين بتخسروا. خلص أميراتي الفرحة، على عيني وعلى راسي. أمي أنا بروح قلبي الرواق. بس هن بيطاروني عن طوري لك امي. معك حق، بس شو بده يعمل الواحد؟ الله يرحمه ابوك ما كان فاضي له. مو قصة فضاوي امي، مو يعني هو كان ولا قال لك احسن شيء يذكره محاسن مامتك. شادية اهلا اهلا، شو السربرايز الحلوة حبيبي؟ شلون متذكرتني؟ كلهم مرتين جاي فيهم لهون عندك. بلوى هي البنت عندها ذاكرة فولاذية فظيعة، بفوت الزبون خمس دقايق على محلها بيرجع بعد ست شهور بتقول له أنت إجيت باليوم الفلاني واشتريت كذا. برافو، عم تقفل. أوه ماي جاد، هي من العلامات المميزة للمحل، لهيك الزباين عم يكتروا. أنا بتعب وهي بتضب الأرباح. لك يخرب بيتك شو اكاله ونكاره، بعدين يعني هلا المحل طلع ماشي على هذا الموضوع، ليش الزباين عم تجي تتفرج على ذاكرتي؟ نو. الزبون بيفوت بيلاقي وش حلو متذكره عم بيأهل ويسهل فيه، عم بيحس حاله مرتاح، بناديله باسمه اذا كان قايل اسمه من قبل، فعلى اساسه بيضل رايح جاي للمحل، بيخبر رفقاته، اهله، اصحابه عن المحل. يا ستي كتر خيرك، انت موهبه نادره تستحق التقييم. انا عندي مشوار ساعه زمان، استفيدي من موهبه الذاكره، اسمك تذكرتيها وتسلوا مع بعض. اخيك الله وكيلك، بتضل رايحه جاي وتاركتني لحالي كل الشغله اللي هي انا الكادحه. اخ ما عرفتك وانت عم تكدحي، ما تطول. ايه يلا باي. باي. الله معك معلمتي. شو الاخبار؟ تمام. شو شربك؟ ما بدي اشرب شيء، فرجيني الاسامي الاجداد. مني هنيك قومي. هلا كنا عم نحكي على المسايسه والمسايره، قل لي شو صار لها؟ شو صار لي؟ ما بتعرفي شو صار لي؟ على اساس رايحه على بيت عمتها وبيت العيله، مو رايحه تصيع هون وهون، والبطيخه الثانيه تركتها ورايحه. بعدي مشي امي كرمال الله، بعدي مشي. خلص لبيب، انا بتصرف، اتركني اتصرف. ايه؟ امي بعدي مشي كرمال الله. مالي بعدك؟ بدك توقفي بوشي يعني؟ لك لبيب؟ لك لبيب؟ لبيب اسمعني بس شوي. لك شوفي شو صاير؟ لبيب اتصل بشاتيا. لك شو بدي بقصص بطيخ ودلوعة انا هلا؟ لا بتنام ولا بتخلوا حدا ينام بهالبيت. <تصفيق
العظيم انا اسفه قطعتكم مشواركم. ما تاكلي هم ما تعتذري. بعدين شو العمله الفظيعه اللي عملتيها حتى خايفه كل هالقد؟ لك انت لو سمعتي صوته على التليفون كنت عرفتي ليش هيك صاير فيني. هاي شاديه. اهلين شاديه. ما شاء الله ما شاء الله. كنتي هالقد ها؟ نعرف بعض؟ يعني لما كنت صغيره شوي. انا كنت ما فيني اقول رفيقه لابوكي بس كنا بنعرف بعض كان في شغل بنات. تشرفنا. هلا لوين؟ طايع على المحل. استاذ بشير اهلا اهلا. شو السربرايز الحلوه؟ كثير كثير اشتقت لك وكثير انبسطت منكم. يبليكي بلعي روحي اعملي قهوه. لك يا لطيف يا كندا انت شو بتساوي فيني؟ لك بكون مهموم ومتضايق وبدي كسر بس شوفك بروق. ايه ما اختلفنا تقبل قلبي ما اختلفنا. بس يا حبيبي يا لبيب ما لازم تنسى هداك الموضوع وتسكت عنه كمان. لك ايه شو الدنيا سايبة؟ ما بيعرفوا انه في رجال طويل عريض بالبيت وكلمته اللي لازم تمشي. العم على هالقصة. لك شو ننسى الموضوع؟ لك هو وحياة الرب عيب الواحد يحكي. لأنه ما بيجوز على الميت غير الرحمة. بس انت معظم الرقبة ما في شيء بيتخبى عنك. أبي الله يرحمه كان ضعيف. كان كتير ضعيف. يعني كانت عاطفته غالبة عليه. ما دار باله عليهم. أنا كنت دايماً أقول له كان يضحك إنه هو على أساس مطمن وواثق. واثق؟ شايفة كيف؟ بس هلا الموضوع كله تغير. هلا أنا صرت رجال البيت. والله لربي يوم من أول وجديد. إيه ما بتقصر تقبرني ما بتقصر. رجال دخيل عينك. أنا اللي بعرف وما حدا غيري. لا ما هي عمتي. ايه عمتي؟ شو وينك يا استاذ؟ وين اللي بده يجي يكسر ويطحبش ويربي اخته؟ شو صاير لك انت؟ ما بتنعطوش؟ عم نسايرك نسايرك ما كنت تفهم؟ شو عملت اختك لحتى تنبحت عليها مثل الوحش؟ لبيب ركز معي. اهه يا عمتي الله يرضى عليك. هيك من الاول حبيبي، روق على اخواتك مالهم غيرك هدول. ومع هيك بدي كسر راسك. تقبر قلب عمتك بدي كسر لك راسك بفارق ثانيتين. هلا انتوا ليش هدول الاشياء ما بتحسون طبيعيين؟ يلا انا صار لازم امشي. والله بدك تروح. انا اسفه انه هيك صار. خلاص انسي انسي شو هالشغله. رحت بشاي احسن لي. البنك قريب ربع ساعه كل على بعضه. يلا باي باي. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين؟ ده احنا قصة حبنا حبنا